يقول سأشتري سيارة من صديق بقيمة 4000، لكن عن طريق معرض سيارات، بمعنى أن المعرض سيشتري السيارة من صديق بقيمة 4 ثم يقسطها لي بقيمة 4650 على 5 سنوات بقيمة 12 شهر من حكم. لا بأس، هذا يسمونه الحين يسمونه المرابحة، وفي كتب أهل الفقه يسمى بيع المواعدة. بيع المواعدة يعني يوعد الشركة أو التاجر، يقول له أنا لا أستطيع أن أشتري هذه السيارة أو هذه الأرض أو هذا البيت أي شيء، لا أستطيع أن أشتريه، اشتره لي ثم أشتريه منك مقسطا. هذا لا بأس به. وأحيانا التاجر يقول أشتريه لك ثم أبيعه مقسطا، لا بد أن أخذ ربحا، فهذا لا بأس به والله أعلم.